رغم الخلافات العالقة وجدار الصد الحكومي الرافض للتسويات غير العادلة، تتكثف دعوات الحل السياسي في اليمن وتكتسب مزيدا من الزخم الدبلوماسي. أحدث المواقف صدرت عن الأمم المتحدة وواشنطن اللذين حث الحكومة على قبول الخطة الأممية، وهي الخطة التي رفضتها الحكومة واعتبرتها مكافئة للانقلابيين. يقول سياسيون إن الإدارة الحالية للأمم المتحدة التي ستغادر في مطلع العام القادم ومعها الديمقراطيون من البيت الأبيض تحاولان تحقيق إنجاز سياسي على حساب الشرعية اليمنية في مهمتها الأخيرة التي لعبت دورا كبيرا في تدليل طرق الزحف المسلح إلى رأس الدولة اليمنية ونشر العنف على طول البلاد وعرضها. فمن مقر الأمم المتحدة في نيويورك خرج المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ليعرب عن خيبة أمل بان كي مون تجاه رد فعل الحكومة اليمنية على خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وقال فرحان حق إن بان كي مون على دراية بالملاحظات التي أبداها الرئيس هادي إزاء خارطة الطريق، ولا يزال على موقفه في دعمه للخارطة وكذلك لجهود المبعوث الأممي. التصريح ذاته والكلمات ذاتها أدلى بها نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، حيث دعا الحكومة اليمنية للقبول بخارطة الطريق المبعوث الأممي، لافتا إلى أن واشنطن تدرك أن خارطة الطريق لا تحتوي على خيارات صعبة، وتؤكد أن الحلول الوسط والتنازلات من قبل جميع الأطراف ستكون ضرورية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. هذه المواقف سبقتها تأكيدات مجلس التعاون الخليجي وقادة دول التحالف العربي المساندة للشرعية في اليمن على الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، مشيرة إلى أن أي تسوية سياسية لا تضع حدا للتدخلات الإيرانية وتنهي الخطر المحدق بخاصرة أمن الخليج والمنطقة لن تنهي الحرب. الحكومة حتى الآن لم تعلق على هذه الدعوات وتبدو متمسكة بملاحظاتها على الخطة الأممية والتي قالت إنها خالفت المرجعيات الوطنية والدولية وأخلت بشرعية الرئاسة التي أكد عليها مجلس الأمن. الحكومة مصرة على كون خطة الأمم المتحدة تجاهلت العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس المخلوع وزعيم الميليشيا. كذلك تجاوزت الخارطة مسار المشاورات السابقة في سويسرا والكويت، واعتبرت الحكومة شرعنة للوجود المسلح. السلام ليس غدا، ولا يبدو أن شلال الدم والوجع اليومي الذي فاضت به مدن اليمن وريفها سيتوقف، رغم أن التفاهمات الدولية والإقليمية تجنح إلى تغليب المسار السياسي على المسار العسكري، لكن هذه التفاهمات لا تتعدى أكثر من المراهنة الخطرة على خريطة طريق معقدة وشاقة التنفيذ، ولا ترتكز على قواعد السلام الحقيقية.